الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورجع لكم تاني أحبابنا الكرام في مقطع فيديو جديد بنتكلم فيه عن تفسير الرؤى والمنامات، واليوم بنتكلم عن شجرة الرمان، بنتكلم كمان عن الرمان. رؤيا الرمان أحبابنا الكرام بتنقسم إلى ثلاثة أقسام، أو بتنقسم إلى جزئين عظام. الجزء الأول شجرة الرمان، الجزء الثاني ثمرة الرمان. كمان ثمرة الرمان أحبابنا الكرام بتنقسم إلى ثلاثة أقسام، إما إن أنا شايف قشر الرمان، إما إن أنا شايف الرمانة كلها، إما إن أنا شايف حب الرمان. كل منهما وله تأويل، لا تذهب إلى بعيد، ابقوا معنا نتكلم بالتفصيل عن تفسير كل رمز في شجرة الرمان، ابقوا معنا. أحبابنا الكرام، النهاردة بنتكلم عن شجرة الرمان. شجرة الرمان بتتكلم عن رجل صاحب دين، شجرة الرمان رجل صاحب دين يحمل في قلبه الجواهر، يعني بيحمل في قلبه الإيمان، بيحمل في قلبه ربما القرآن. فشجرة الدين بتدل على رجل هو صاحب دين، وقطع شجرة الرمان قطع راجل صالح، مقاطعة رجل صالح، أو قد تدل قطع شجرة الرمان على قطع الرحم. يبقى بالنسبة للعزباء، إذا رأت شجرة الرمان فهي تدل على رجل صالح، رجل صاحب دين إن كانت عزباء. كذلك الأمر أن العازب لو أنه رأى حبة الرمان فهو يدل على امرأة جميلة، هو يدل على أنه يتزوج من امرأة جميلة. فإن كانت الرمانة سليمة فهو يتزوج من امرأة جميلة بكر لم يسبق لها الزواج، وإن كانت الرمانة مكسورة فهو يتزوج من امرأة جميلة غير أنها ثيب قد سبق لها الزواج، إما أرملة وإما مطلقة. كذلك الأمر، فإن حبة الرمان تدل للسلطان على أنه يفتح مدينة، فقد يدل قشر الرمان على سور المدينة، وقد يدل حب الرمان على جنود المدينة، وقد يدل اللحاء الذي في الرمان الأبيض على أموال هذه المدينة. فحسب عدد الحبات وقلة حبات الرمان أو كثرة حبات الرمان يدل على كثرة الجنود وقلة الجنود، وقد يدل على الغلبة والنصر، وقد يدل إن كانت حبات بالنسبة للسلطان حبات الرمان كثيرة فقد يدل على الإخفاق والهزيمة. شجرة حبة الرمان، القشر يدل لو تناوله المريض في الرؤية فقد يدل على الشفاء. المريض لو شاف الرؤيا ان بياكل قشر الرمان فقد يدل ذلك على انه يبرأ من المرض، يدل على الشفاء. قد يدل حبات الرمان على الاموال، قد تدل على النقود. وقالوا بقى مفسرين الاحلام لو رأى حبات الرمان حمراء فتدل على الدنانير، ولو كانت بيضة تدل على الدراهم. ومش عارف أنا يعني خلاص بقى دنانير ودراهم بقى خلاص، الرؤية تتغير بتغير الزمان والمكان. يقولك أنت بتتكلم من رأسك، بتتكلم من رأسك إزاي؟ هو اللي كان في عهد ابن سيرين ينفع إن احنا نتكلم فيه النهاردة؟ لما أقول لواحد أنت هترزق بالدنانير هيقول لي إيه يا عم، أنت فاكرني أنا في العصر السابق ولا إيه؟ فأحبابنا الكرام، لما نيجي نتكلم في أرض الواقع، فنقول أن من رأى حبات الرمان فهو يرزق بالأموال. فإن كانت حبات الرمان حلوة فهو دليل على المال الحلال،
وأما أن كانت حبات الرمان هكذا يقول العلماء معفنة أو أنها حامضة فإنه يدل على المال الحرام، فلا بد أن يتحرى رزقه، أن يتحرى مصادر الرزق. فإن كانت حبات الرمان حلوة فهو مال حلال، وإن كانت حبات الرمان حامضة والعلماء بيقولها فيها عفن فهو دليل على أنه يأكل مالا حراما والعياذ بالله. وقد يدل الرمان الحامض على الهم والكرب والنكد، قد يدل الرمان الحامض على الهم والكرب وعلى النكد. فشجرة الرمان، النهاردة تكلمنا عن شجرة الرمان، شجرة الرمان رجل صاحب دين، من رؤية ما تخوفش ولا أي حاجة، ده رجل صاحب دين يحمل في صدره الجواهر، قد يكون حافظا لكتاب الله، أو يكون هذا الرجل على إيمان وتقوى. فالعزباء لو شفت شجرة الرمان تعرف إن هي هترتبط وتتزوج برجل، هذا الرجل رجل صاحب دين. هذا ما استطعنا أن نجمعه اليوم في حبات الرمان. هذا ما عندنا من علم من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن كان من ثم خير فمن الله، وإن كان غير ذلك فمني والشيطان، والله ورسولهما منهما براء. لو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا له إعجاب، نشير هذا الخير مع الناس، فتدلوا على الخير كفاعله. كمان ياريت اللي بيشوفني لأول مرة يعمل اشتراك للقناة، نفعل خاصية الجرس، نختار منها الكل حتى يعني يأتينا إشعار بكل ما هو جديد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.